ويلكم في فيديو جديد النهارده في يونت 2 لجونيور 4. مكملين النهارده بستوري ذا بيليكان اند ذا بير. تعالوا ناخد الكلمات الجديده كده الاول مع بعض. اولا عندنا كلمه بير يعني دب، وكلمه بيليكان معناها بجعه، اما كلمه با معناها الكف بتاع الحيوان، وعندنا كلمه كلو معناها المخلب، وكمان كلمه ريفر معناها نهر، اما بوث معناها كلاهما يعني هما الاثنين، وعندنا كلمه بيك يعني منقار، واما جوسي فيش معناها سمكه طريه، وكلمه هانجري معناها جائع، اما كلمه ريتش معناها يصل الى، وكمان عندنا كلمه ليفت، وليفت يعني يرفع، وتيك اوت معناها يخرج او ياخذ، اما اكسكيوز مي معناها بعد اذنك، وكلمه سربرايز معناها مندهش، لوك سكيرد يعني يبدو خائفا يعني شكله كده خايف، وكلمه كايند معناها طيب، sadly يعني بحزن، وangry يعني غاضب. يبقى هي دي اهم الكلمات الستوري. تعالوا بقى نقرا مع بعض الستوري ونخرج باهم الفريزز اللي عندنا، يلا بينا. دلوقتي هنقرا سوا مع بعض the pelican and the bear. بيقول لنا الاول a pelican and a bear are in the river. عندنا pelican بجعه، وعندنا bear هما الاثنين واقفين عند النهر. Are in the river. They are very hungry. هما الاثنين حاسين بالجوع. They are both looking at a big juicy fish. هما الاثنين واقفين عند النهر وشايفين في النهر بتعوم big juicy fish يعني سمكة كبيرة كده وطرية وشكلها مغري. The bear reaches for the fish. بيمد بقى the bear الدب بيمد paw اللي هو الكف بتاعه and reaches for the fish يعني بيمد عشان ياخد السمكة من النهر. It lifts its paw. Lift يعني بيرفع. It lifts its paw يعني بيرفع الكف بتاعه. لسه يعني هو بيصور لنا الموقف ان هو لسه بيرفع الكف بتاعه. And the pelican جاي and opens its beak. والبليكن اللي هو البجعة جه opens its beak يعني فتح المنقار بتاعه استعداد يعني ان هو ياخد هو كمان السمكة. طيب اللي حصل هنا ايه؟ بيقول لنا الاول it's ready to take the fish out of the water زي ما قلت ان هو بيفتح المنقار بتاعه علشان ياخد السمكة من المية. طيب اللي بيحصل هنا هما الاثنين بقى بيقفوا كده للحظة وبيبصوا لبعض. The bear sees the pelican. The pelican sees the bear. هما الاثنين بيقفوا ويبصوا كده لبعض. رايح البليكن قايل للبير، البجعة قالت للدب excuse me بعد اذنك that's my fish بعد اذنك دي السمكة بتاعتي. فthe bear هنا الرد فعل بتاعه ان هو the bear is surprised and angry. تفاجأ كده الدب وغضب من رد فعل او من كلام بتاع البجعة. فراح قايل للبجعة pelican look at my claws now look at my teeth يعني بيهدده شبه كده تهديد ان هو بص كده للمخالب بتاعتي وبص لاسناني that's my fish دي السمكة بتاعتي انا مش بتاعتك انت. فلما بقى ذا بيليكان البجعة شافت المخالب واسنان الحادة بتاعت الدب فذا بيليكان لوكس سكيرد شكله كده خاف وقال I'm sorry bear انا اسف يا دب said sadly يعني قال كده بحزن وطبعا لان هو هيسيب له السمكة فهو حزين. فذا بير بيقول لنا هنا ان ذا بير از سترونجر ذان ذا بيليكان فعلا ان فعلا الدب اقوى من البجعة. وذا بير لوكس ات ذا بيليكان ام اي شايف كده باصص ذا بير وقف كده اللحظة وبص للبجعة راح قايل لها ايه هاو دو يو فيل بيليكان حاسس بايه يا بجعة او حاسه بايه يا بجعة. فراحت البجعة قايله له اي فيل هانجري حاسه ان انا جعانه. فقال لها الدب قال لها I am bigger and stronger than you أنا فعلا أكبر وأقوى منك but I think you are hungrier than me بس أعتقد أن أنت جعانة أكتر مني.
فبعدين راح عامل ايه؟ قال لها you can have the fish، تقدري انت خلاص اللي هتاخدي السمكه دي. ف the pelican شكر طبعا، او البجعه شكرت الدب وقالت له thank you bear، متشكره جدا لكرم اخلاقك، you are kinder than all other bear، انت اطيب من كل الدببه اللي انا اعرفها او اللي قابلتها قبل كده. طيب تعالوا نقرا بقى اهم الفريزز اللي احنا طلعنا بيها من الستوري. عندنا مثلا reaches for، يعني زي ما خدنا كده ان the bear reaches for the fish، reaches for يعني بيمد ايده علشان ياخد، ف reaches for يعني ان هو بيمد ايده او بيمد كده حاجه علشان ياخدها، تمام. اما it's ready to، it's ready to يعني جاهز لي، جاهز ان هو يعمل حاجه، زي ما قلنا كده ان the pelican reaches for the fish، I'm sorry the bear reaches for the fish with the pelican opens its beak، بيفتح المنقار بتاعه، هما الاثنين ready to جاهزين ان هما ياخدوا السمكه. فعندنا كمان الجمله دي I think you are hungrier than me، اعتقد ان انت جعان اكتر مني. لو انتوا طبعا فاكرين في الدرس بتاع comparative قلنا ان بنجيب الادجكتيف ونضيف عليها er وبعدها كلمه than، ف hungrier than يعني اكثر جوعا، اكثر جوعا مني، hungrier than me يعني انت جعان اكتر مني. فممكن نراجع كمان هنا على الجرامر بتاع comparative اللي احنا اخدناه. كمان بيقول هنا all the other bears يعني كل البيرز التانيين، كل الدببة الاخرى، لما في الاخر خالص اللي هو البليكان البجعة قالت للدب you are kinder than all other bears، انت اطيب من كل الدببة التانية اللي انا شفتها او اللي انا عرفتها. فعندنا كمان الجملة take the fish out of water، يعني بيطلعوا السمكة من المية طبعا علشان ياكلوها، في هنا take the fish out جايه هنا الكلمه دي تيك مع كلمه اوت، خدوا بالكم يعني يطلع او ياخذ السمكه من، او يطلع السمكه من الميه، تمام، لان هم اكيد مش هياكلوها وهي عايمه في الميه، تمام. خدوا بالكم كمان ان the pelican البجعه عندها منقار، the pelican has a beak، اما the bear الدب عنده paws and claws، بيبقى عنده مخالب وعنده الكف بتاعه اللي هو احنا بنسميه عندنا هاند، لكن في الحيوانات بنسميها paw اللي هو الكف بتاع الحيوان، وعنده claw اللي هي زي الضوافر بتاعتنا، بس هو اسمها claw عشان تبقى مخالب كبيره كده وطويله. خدوا بالكم pelican بيبقى عنده منقار، اما the bear عنده paws and claws يعني مخالب وضوافر او كف كبير كده، تمام. كده بنكون اخدنا اهم الكلمات واهم الفريزز اللي عندنا في الدرس. I hope you have enjoyed. انا ميس اسراء عماد ودي قناة بديل الدرس.